بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نتحدث في هذه الحلقة حول مقومات الثقافة الإسلامية. أول مقوم لمقومات الثقافة الإسلامية أن هذه الثقافة مصدرها رباني، مصدرها إلهي. بمعنى آخر، الذي صنع هذه الثقافة هو الدين الإسلامي، وهذا الدين أنزله الله سبحانه وتعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الثقافة الإسلامية منشأها منشأ رباني، فلذا حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وظهر، بعثه الله سبحانه وتعالى جميع العادات والتقاليد السيئة في المجتمع في مكة والمدينة وفي جزيرة العرب، غير تلك العادات والتقاليد، فما كان منها سيئا جاءت الأوامر والنواهي الإلهية بتغيير ذلك السيء إلى أمر حسن أو إلى أمر أحسن. وجميع مقومات الثقافة بينها الإسلام بشكل جزئي أو بشكل كلي بقوانين عامة، فأهم هذه الأمور ذكرت في القرآن الكريم، ذكرها الله سبحانه وتعالى لكي يعمل بها المسلمون، وكثير منها ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بتعبير أدق وأصح بينها رسول الله، يعني جاء بها الوحي في القرآن الكريم، ولكن كان يحتاج بعض المفردات إلى بيان من رسول الله صلى الله عليه وآله، فبينها الرسول إلى المسلمين، ومن بعد الرسول الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بينوها إلى الناس. وهذا التراث الكبير والكثير وصل إلينا على رغم بعض المعوقات. بالنسبة إلى الأديان الإلهية السابقة، هذه الأديان جاءت وجاء معها كتب سماوية، ولكن بعض هذه الكتب حرفت وبعضها ألغيت بحيث أنه لم تصل إلى الأجيال اللاحقة. بعض الأمور كتبت بأيدي ثم نسبت إلى الوحي، فبناء على ذلك لم تصل تلك الكتب السماوية إلى الأجيال اللاحقة، أو وصلت محرفة بزيادة ونقيصة، مخلة بما كان يريد الله سبحانه وتعالى بيانه إلى الناس.
لكن بالنسبة إلى الإسلام، القرآن الكريم وصل إلينا من دون أي زيادة أو نقيصة. وما محاولة البعض لتحريف القرآن أو لادعاء تحريفه إلا محاولات فاشلة في طول تاريخ المسلمين. المسلمون تجاوزوا هذه الدعاوي وأخذوا القرآن الكريم كما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله وتلوه، وفي كثير من الأحيان عملوا به. وبالنسبة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وما نسب إلى رسول الله، صحيح هناك كثرة على الرسول الكذابة حتى في زمانه، بحيث أنه صلى الله عليه وآله قال: كثر علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الذي يكذب على رسول الله يحجز موقعا ومقعدا في نار جهنم. ولكن هناك أدوات لتمييز الغث من السمين، وأول وسيلة كما يذكرها أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن نعرض الحديث على القرآن الكريم، الرواية نعرضها على القرآن الكريم. فإذا كانت هذه الرواية متعارضة مع القرآن فنضرب بها عرض الجدار، وإذا كانت متوافقة مع القرآن الكريم فنأخذ بها، لأن سنة الرسول هي لبيان القرآن الكريم وتفصيل ما ورد فيه. وطبعا هناك طريقة أخرى لتمييز الغث من السمين، وهذه قاعدة عامة، يعني يمكن بعض المسلمين لديهم صحاح يعتبرونها صحاحا، ولكن أهم طريقة لمعرفة صحة الكلام من سقمه هو العرض على القرآن الكريم. مثلا بعض المسلمين يوجد في صحاحهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله سحر، وحسب مبانيهم الرجالية الحديث يكون حديثا معتبرا، في حين أن هذه الرواية مكذوبة. لماذا؟ لأنها تتعارض مع القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني هذا كان كلام المشركين، والقرآن ينفي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسحورا. فإذا وردت مرويات عن أن الرسول سحر بحيث أنه يتخيل شيء لم يفعله مثلا، أو يفعل شيء ويتصور أنه لم يفعله، فإن هذه المرويات كلها متعارضة مع القرآن الكريم، وينبغي أن تضرب على عرض الجدار. فالمقصود أن الثقافة الإسلامية، هذه الثقافة منشأها منشأ رباني، منشأ إلهي، وهذا المنشأ الإلهي جعل هذه الثقافة صحيحة بدون أن تكون هناك دخل للأهواء وللمصالح في تكوينها، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد وبين ما يصلح أمرهم، وليس كالبشر معرضين، الأكثر منهم معرضون إلى الأهواء والميول النفسانية والمصالح الشخصية، فيمكن يوجدون بعض الأمور لمصالحهم وتتحول بالتدريج إلى ثقافة سارية في أمتهم أو في أبنائهم ونسلهم. هذا المقوم الأول للثقافة الإسلامية. طبعا كما هو واضح أن بني أمية حاولوا إرجاع العرب إلى الجاهلية وإلغاء الإسلام من حياة العرب والمسلمين بشكل عام. في البداية 20 عاما حاربوا الإسلام بالسيف، حاربوا رسول الله في مكة وحاربوه في المدينة، إلى أن سقط السيف من أيديهم في فتح مكة وأخذوا على حين غرة. ولكن دخلوا في الإسلام، ولكن حاولوا أن ينخروا من داخل
جسم الإسلام ويحول الإسلام كالنصرانية أو اليهودية الدين محرف مشوه، واستعملوا أدواتهم المختلفة في ذلك. ولما توطدت لهم السلطة بعد مقتل واستشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام واستشهاد الإمام الحسين، حاولوا بمختلف السبل والطرق إرجاع الأمر إلى الجاهلية، من جملة كثرة الموضوعات، يعني الروايات المكذوبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، لتركيز بعض الثقافات الجاهلية باعتبارها ثقافة إسلامية وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك إحياء بعض من الأمور التي طمسها الإسلام مثل إحياء العصبية. كما نعلم أنه كانت هناك عصبية، كل قبيلة يتصورون أنهم الأفضل والأحسن، وكانوا يتقاتلون على هذا الأمر، ولكل قبيلة لسانها، لسانها الإعلامي المتمثل في شاعر أو شعراء. هؤلاء يلهجون بفضائل قبيلتهم ورذائل القبائل الأخرى. فلما جاء الإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا كما يقول الله سبحانه وتعالى. وأول فعل فعله رسول الله في مكة أنه أصلح بين الأوس والخزرج، وكانت بينهما بين هاتين القبيلتين مشاكل قائمة طويلة عريضة مذكورة في كتب التاريخ. بني أمية حينما جاءوا حاولوا إرجاع تلك العصبية، ولذا من المعروف أن في زمان بعض سلاطين بني أمية اشتدت هذه الحالة العصبية، وبدأ التفاضل والتمايز بين ما يعبر القحطانية وبين العدنانية، العرب المستعربة والعرب العرباء حسب كلامهم، والمهاجات بين الشعراء وما إلى ذلك، وكانوا يدعمون الطرفين لإرجاع العصبية الجاهلية من جهة، إحياء قيم الجاهلية إن صح التعبير بأنها قيم، وإضافة إلى ذلك أنه من باب فرق تسد، باعتبار أن التفرقة بين المسلمين يسبب استمرارهم في سلطانهم. فبناء على ذلك نجد أن الإسلام، الثقافة الإسلامية منشأها رباني، بعكس الثقافات الأخرى ليس منشأها رباني، إما منشأها من مصالح وأهواء، وإما لها مناشئ وثنية. يعني مثلا نحن إذا دخلنا ولاحظنا الآن الثقافة المسيحية الأوروبية، هذه الثقافة المسيحية الأوروبية، هذه ثقافة بشكل عام ليس منشأها منشأ رباني، منشأها منشأ بشري، لأنه الدين أو الشريعة التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام منشأها كان ربانيا كما هو واضح، ولكن من بعد عيسى حدث التحريف، ولذا ورد في الأحاديث لعن الله من هود اليهود ونصر النصارى، يعني حرف شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلها بالكيفية التي هي الآن. فبعد هذا التحريف حينما بعض الشعوب أو الدول أرادوا الدخول في النصرانية دخلوا في نصرانية محرفة، ودخولهم إلى النصرانية كان أيضا يساوق بإدخال عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم إلى النصرانية. مثلا من جملة الأمور التي يذكرها المؤرخون أن اليوم الذي يحتفل فيه النصارى الآن بمولد عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، هذا اليوم 25 من شهر 12 من السنة الميلادية، هذا اليوم قبل دخول هذه الأمم إلى والشعوب إلى النصرانية كان عيد وثني، يعني بعض الوثنيين كان عيدهم في هذا اليوم. فلما
حاكم الروم أدخل الروم الشرقية إلى النصرانية بعد مرور أكثر من 300 عام من نزول الوحي على عيسى عليه الصلاة والسلام، جعل هذا اليوم الذي هو عيد لهم لما كانوا وثنيين، جعله أيضا يعني أبقاه عيدا ولكن بغطاء آخر. كان عيد في الوثنية فأيضا بقي عيدا عندهم ولكن بغطاء أنه يوم مولد المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. وإلا ففي الحقيقة اليوم الذي ولد فيه المسيح لم يكن في هذا اليوم، يعني في 25 من شهر 12، بل كان في وقت آخر إما مجهول، أو يقال أن هناك بعض الأقوال تقول بأنه كان في حزيران وليس في الشهر 12. المقصود أنه هذه الأديان المحرفة وإن كان أصلها إلهيا ولكن بعد التحريف امتزجت بها الثقافات الوثنية. فهذا المعلم الأول من معالم الثقافة الإسلامية بأن مصدرها مصدر رباني إلهي. المعلم الثاني من معالم الثقافة الإسلامية ارتباط هذه الثقافة بالطبيعة الإنسانية، أو بعبارة أخرى أنها تتطابق مع فطرة الإنسان. الله عز وجل حينما خلق الإنسان جعل لهذا الإنسان فطرة، هذه الفطرة تبقى مع الإنسان من يوم ولادته إلى يوم وفاته. صحيح قد هذه الفطرة تطمس بالتربية السيئة أو بالعادات والتقاليد، ولكن تبقى هذه الفطرة، وهذه الفطرة تظهر نفسها في كثير من الأوقات وخاصة في أوقات الأزمات والطوارئ التي يبتلي بها الإنسان. هذه الفطرة حجة الله سبحانه وتعالى على الإنسان، إضافة إلى عقله وإضافة إلى الأنبياء. هذه الفطرة الثقافة الإسلامية منسجمة معها، لأن الذي خلق هذه الفطرة هو الذي جاء بهذه التعاليم، يعرف هذه الفطرة لأنه عالم بكل شيء، ولأن تلك الفطرة مخلوقة له. فالنظام الذي جاء به ذلك النظام يتلائم 100% مع هذه الفطرة، في حين أن الثقافات الأخرى، هذه الثقافات الأخرى لأنها ليس لها منشأ رباني، في كثير من الأحيان لا تنسجم مع فطرة الإنسان، وعدم انسجامها مع فطرة الإنسان تولد ازدواجية في حالات الأشخاص، هذه من جهة ازدواجية نفسية، وتولد مشاكل عملية لأن الأمور التي هي خلاف طبيعة الإنسان، هذه الأمور لا تنسجم مع طبيعته، وعدم انسجامها مع طبيعته تولد المشاكل. كمثال مادي، الطعام الذي لا ينسجم مع تكوين جسم الإنسان يسبب مشاكل، الأمراض التي يبتلى بها الإنسان في كثير من الأحيان من جراء الأطعمة التي لا تنسجم مع تكوينه الجسدي. أما إذا تلك الأطعمة كانت تنسجم مع تكوينه الجسدي لا يكون هناك مرض، بل يكون هناك استفادة وكسب لطاقة وسعرات حرارية في جسم الإنسان. كذلك الطقوس والعادات وبشكل عام الثقافات المختلفة التي للإنسان، إذا لم تكن تلك الطقوس والعادات وبشكل عام الثقافة منسجمة مع فطرة الإنسان، معنى ذلك استمرار المشاكل وتولد المشاكل النفسية، بأن يكون الإنسان يعيش في حالة ازدواجية، فطرته تدفعه من جهة وعادته تدفعه من جهة أخرى وثقافته تدفعه من جهة ثالثة،
وما إلى ذلك، إضافة إلى أنه يعيش في حالة ازدواجية، أيضا يبتلى بمختلف الأضرار. الثقافة الإسلامية، هذه الثقافة أو الدين الإسلامي بشكل عام، يظهر إنسانية الإنسان، لا أنه يطمس هذه الإنسانية. إذا الإنسان التزم بهذا الدين، التزم بهذه الثقافة الربانية، تظهر إنسانيته. يعني هذه الفطرة حتى إذا علق بها شيء، هذا الالتزام يزيل هذه الشوائب ويزيل هذه العوائق ويظهر إنسانية هذا الإنسان، يظهر ذات هذا الإنسان. في حين أنه الالتزام بثقافات أخرى لا تنسجم مع طبيعة الإنسان، لا تنسجم مع فطرة الإنسان، هذه الالتزامات العملية تطمس إنسانية الإنسان وتزيد من الشوائب التي تغطي على هذه الإنسانية. ولذا نحن نشاهد أن الإنسان المسلم الملتزم بالثقافة الإسلامية الأصيلة، هذا الإنسان أقرب إلى الإنسانية، أقرب إلى القيم، أقرب إلى العقل من الإنسان الذي له ثقافة غير الثقافة الإسلامية، فيكون أبعد من الإنسانية. وكلما كانت تلك الطقوس والعادات أو الثقافة بشكل عام أبعد من فطرة الإنسان، يكون هناك مشاكل أكثر. ولذا القرآن الكريم عندما يعبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يصف الرسول يقول: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، العادات التي كانت تكبل الإنسان لأنها خلاف فطرته. الرسول جاء وأزال هذه العادات، ألغاها، القوانين التي تضيق حياة الإنسان، الرسول جاء وأزال هذه القوانين، فجعل فطرة الإنسان وإنسانية الإنسان تظهر. هذا المعلم الثاني من معالم الثقافة الإسلامية. بإذنه تعالى سنتكلم في الحلقة القادمة حول المعالم الأخرى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها